اديها هعديها ولا ايه؟ شكلي هعملها ولا ايه؟ بسم الله. كويس، لا 234 2. عاملين يا جماعه ايه الاخبار؟ ايوه رجعنا تاني لتختيم كراش 4. ايوه هنختمها كامله ان شاء الله. وطبعا انا تعبت ان انا كل شويه اقول لك حط لايك وقول يمكن هو يحس على دمه وكبر دماغي وكبر دماغي ومفيش فايده. جبل. طيب نعمل مراجعه سريعه كده للي احنا وصلنا له. احنا ده حاليا 38% جبنا الجواهر الملونه كلها، الاصفر والاخضر والازرق والاحمر. جاب 180 جوهره من 228، يعني فاضل 48 اللي هم في 8 مراحل عشان كل مرحله 6 جواهر، 6 في 8 48. واهو القطعه الاثريه دي جاب منها 30 من 38، فمعنى كده ان في 8 مراحل صعبين لسه هنقابلهم. والشريط الزمني جاب 16 من 21، يعني فاضل 5 بس. والشريط الزمني ده حاجه جميله جدا، فحاجه زي الفل. طبعا بعد ما نخلص دول هنلعب كل مراحل تاني بالوضع المعكوس، وهنعمل التحدي الزمني، وممكن بعد كده نعمل تحدي زمني مع المطورين. ربنا يصبرني بس واقدر اكمل اللعبه دي على خير. طيب احنا وصلنا لمدار برمجولا عند مرحله هل انا احلم، فيلا بينا بينا. انا فاكر المرحله دي اول ما لعبتها اول مره كان الجرافيك فيه ابهار كده، والمرحله وتصميم المرحله كل حاجه زي الفل. لكن دلوقتي انا بلعبها عشان اكرهها. مطلوب مني كام؟ 234 صندوقا. ماشي كويس جدا. يلا بينا. ابعد يا عم. طبعا انا مفترض اجيب الكل اجيب كل الجواهر اللي فيها اللي هم الست جواهر، وما اموتش ولا اموت عشان اجيب القطعه الاثريه وعشان اجيب شريط الذكريات. ايوه استنى ليه. حلوه كده. كام كده؟ 16 صندوق. يلا يا عم بوشك. ده ليه 3 عيون ده ولا ده بقه ولا ايه؟ ما علينا ما علينا. تشيك بوينت. دي صندوق في حته مزنوقه. حلو يا عم تعال. وي وي وي. كويس. ماشي خد يا لاي. تمام 31 صندوق. البتاع ده ما بحبوش. يلا يا عم الكائن الغريب. ماشي. مشكلة في البتاع ده اللي انت لو صندوق فاتك مش هتعرف تجيب. يعني انا بحبه جدا كلاعب، لكن كتجميع صناديق يبقى الموضوع صعب. هو البودي جارد راح ولا لا؟ انا مش عارف شكله راح. ما علينا ما علينا. نطلع بقى فوق عشان نجيب الصناديق اللي فوق. اجري على ايه؟ كويس كويس كويس. حتى الان ماشيين بحاجه زي الفل زي الفل. حلو 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 حلو. بالله عليك بالله عليك. كويس 55 صندوقا. كويس. مش عارف انا بقى دي برد ولا اثنين. ايه ده؟ اوعى كان معايا اثنين. علي الجوهره الزرقاء، يعني يبقى معايا الماسك ويضيع كده وانا عقبال ما امشي بالجوهره الزرقاء دي. الله يا عم يا الله. ولا ولا اوعى. ماشي ضاع فاضي. اللي انا عملته في نفسي ده كويس. طبعا ايه تمشيش كده وخلاص. هنا في صناديق تاني برضو. حلو حلو حلو. معايا الماسك. مش هستفاد منه باي حاجه. بيجي الماسك في حتت غريبه ملهاش اي لازمه. يعني هنا ايه الاستفاده من الماسك هنا؟ يعني مش فاهم انا. مش فاهم مش فاهم. استنى في صناديق جايه. طيب ماشي حلو. الماسك كان هينفع هنا. ايوه نيجي كده. حلو ولا حلو حلو حلو. يا عيني يا عيني.
اهم حاجه حافظت على الحاجات، على البودي جاردين اللي معايا، عشان لو جالي واحد تالت يبقى ايه معايا ماسك كده. 95 صندوق ماشي. ده كل ده كان الجوهره الزرق، كل ده كان الجوهره الزرقاء. ايه يا جاري السنه دي دي ايه الزفت؟ ها ولا يا عم ولا استنى استنى. بص دي هنا الميزه ايه، انت لو فاتك صندوق هتعرف ترجع له، لكن لما تبقى سائل حيوان حيوان و وصلنا لعلامة الاستفهام يا جدعان. خايف البودي جارد يروح، بس هيروحوا يا عم يا عم. يلا 101 102 صندوق، حلو قوي. ولا ايه؟ واقف تلقح شكلهم هيروح. ماشي اه كويس ماشي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لا ضاعوا ضاعوا ضاعوا. ماشي كويس، جبت 40 صندوق من ال 40 صندوق، بس ضيعت البوردو بقى. ماشي 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 ماشي. اهم حاجه بس ايه، حتى لو مت بعد كده مش مشكله، بس اهم حاجه ان انا ايه افضل صفر دي لغايه ما اوصل لشريط الذكريات. كان زين معايا الماسك دلوقتي. حلو حلو كده ماشي. ولا تجيب تعالي. ايوه دم ماشي. هنا بقى في الجوهرة المخفية، نرجع لهنا تقريبا كده. ولا اهي حلو قوي. ازيك يا كابتن؟ وسع وسع وسع. حلو. 1 2 وسع يا ليه. شريط الذكريات استنى بس كده بقى ايه، لو فوتت حتى صندوق ممكن ايه ارجع له تاني واموت نفسي مش مشكله، ليا 3 موتات. ماشي وممكن بعد كده في الكواليس اجيب بقى القطعه الاثريه ان شاء الله ما اموتش، يعني ما اطولش على نفسي ما اطولش. واحد حلو يا عيني يا ولا يا ولا يا يا ايه لازمته ده مع 180 صندوق. حلو كويس 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 كويس. لا لازم اوقع نفسي، صندوق فاتني خلاص لازم توقع نفسك. راحت القطعه الاثريه بجيبها في الكواليس بقى. المهم انا جبت شريط الذكريات، لا بقى وقعت هبله كده كده. حلو ما بحبش البتاع ده، ابعد يا عم عني. كويس ده تشيك بوينت لسه هكمل. تعالى لا ليه اربع صناديق؟ ليه اربعه جنب بعض؟ ما ثلاثه كفايه ولا اثنين؟
الحمد لله. يا دي عم في الصندوق فين؟ بص الصندوق فين؟ كويس تشيك بوينت ولسه هكمل 218. ماشي انا عارف انت هتعمل كده يا لئيم. 220 بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. حلو حلو كويس كويس كويس. هعديها هعديها ولا ايه؟ شكلي هعملها ولا ايه؟ بسم الله كويس. لا 234 240 يعني جبت ال 234 صندوق و 234 صندوق وكنت مات 3 مرات بس وقعت بسبب وردة وكان النهاية قدامي. إعادة المرحلة. ماشي وصلت تاني لشريط الذكريات. رجعنا تاني للكونفساء. معايا 180 صندوقا كويس. ماشي. المشكلة أنا بموت نفسي عشان الصندوق، يعني الصندوق فاتني لازم أموت نفسي. خلاص يبقى ما عندكش أمل. يبقى ما عندكش أمل. هنا كان في صندوق فاتني. كده متنا موتة كده موتة كده باي. ماشي ولا ماشي ماشي هو ده اللي فاتني أول مرة. ماشي 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 ولا ولا ماشي يا سيدي. خدنا التشيك بوينت. هنا بقى التلات أربع صناديق. كويس كويس جدا كويس جدا. بص بص الصناديق فين نسيت. ماشي 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 الصناديق ناحية اليمين هنا. كويس 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 كويس. تشيك بوينت ومعايا فاضل لي موتة كمان وبعد كده خلاص لازم اعيد من اول خالص. معايا 3 جواهر. لا فاضل جوهرة. ماشي ماشي وفاضل 14 صندوق. هنا بقى ناحية الشمال في صندوق. هنا كده 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 كويس 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 كده جمعت 3 جواهر. حلو قوي حلو قوي. فاضل 6 صناديق 6 صناديق اهو. ادي واحد فاضل 5 خمسة قدامي اهو اهو. تبعد عني. ايوه النهاية النهاية. هل انا احلى من ان انا عديت المرحلة دي؟ ماشي كده ايه جمعنا 6 جواهر وشريط الذكريات. فاضل لي بس قطعة انسين للاثرية ويبقى كده ايه خلاص. طبعا هعملها في الكواليس. هعيد المرحلة تاني ولازم اموتش ولا موتة عشان اجيبها. ماشي يا عم نجيب بقى الذكريات ونشوف اللي بعدها. ماشي اللي بعدها مواجهة انتروبي يا ولد يا ولد. بس الاول عايزين بس ايه فين اللي بتاع الذكريات ده بكوكو. يلا بينا يا كوكو. والله ايه ده تغيير فأر التجارب يعني ايه. شوف بقى ايه ده بيعمل وهجري وراه. هاهاها يعني انا هعمل كده. طب اللي تحت يا استاذ. ان لم ينجح الامر ساغير الحيوانات. طيب اجيب اللي تحت الاول صح. استنى ايه ده ازاي. طيب ايوه اوه. طيب يا عم يا عم انا مصدق الافكار جامده جدا وحشتني والله.
بس من تاني مرة خلاص بقيت متمكن على طول. هنا ايه؟ طيب كده صعبة صعبة. كويس نجرب تاني. طيب استنى. ايوه حلو. بسرعة. ها تشيك بوينت. حلو حلو. مش حلو. لدينا تماسيح كلاب. ليتني لم اضطر للاختيار بينها. اوه طب هجيب اللي فوق ده ازاي برضو؟ كويس ان في تشيك بوينت. حلو حلو. انا مش محتاج اجيب الصندوق ده، كده كده لما فرقع معايا يترو كله هيموت هينفجر سوا. البتاعة دي بتعذب والله. استنى ده عايز كل صندوق تخلصه تاخد بعده تشيك بوينت. اتأخرت اتأخرت. المشكلة كلها في التي ان تي. طب نكمل كده نشوف ده ايه. ايه ده ايه الصف ده كله؟ لسوء الحظ. طب ثواني ثواني. ماشي ماشي نكمل. كل مرة انسى دي واتأخر فيها. ماشي بس بلحق نفسي في الاخر. ده مطلوب 331 صندوق انا ما خدتش بالي. يا لهوي يا لهوي. حلو. راح فين؟ راح فين؟ كويس كويس. هنا بقى في تي ان تي انا ممكن استخدمه. في قصدي تفاح، ما مش عارف هعمل ايه والله بس نجرب. ولا استخدمه ولا بتاع. ماشي انا عرفت انا هستخبى فين. كويس هنا بقى نعمل كده 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 بسرعة. حلو. ايه ده بدأ نهاية. ايوة. ايه بقى اعمل ايه بقى؟ طيب نعمل كده. ماشي. انا هعديها بجد بس انا هفرقع الصناديد ازاي طيب؟ وانا كده كده. ايوه ايوه ايوه. نجاح باهر. ده البونص ده البونص ده شريط الذكريات البونص. هما بيعملونا كده ليه؟ ليه كده؟ ماشي مفترض بقى نروح دلوقتي على الاستاذ ومراته. يلا يا عم يلا يا عم نخلص الجزيره دي. امال اللي بعده هعمل فيه ايه؟ ايوه اوعى. ما هو الخط الان؟ الا يمكنك فعلها؟ دعوها تذهب. اخر مره قتلت فيها اصدقائها كانت صرخاتها رائعه. ممتع.
لا، لنجعل الأمر ممتعا ولنمنحهم فرصة. لنرى ما الذي بإمكانكم فعله معا. يلا كروش، يلا بقى نحط عليهم. اصحى يا عم. استيقظا. اتبعاني. ورايا. ايه ده؟ بوابة تفصل بين الأبعاد. ماشي. ينذر بوقوع الكارثة. السيطرة على الأبعاد. مفترض ان ده حصل قبل كده في الماضي وبيتعاد تاني، بس مفترض بقى في الماضي ان ايه تونا كانت بتصرخ ان احنا متنا، وبعد كده بقى لعبت في الزمن ورجعت انقذتنا تاني وكده. في عالمي تعتبر البانديكوت حيوانات ضارة، نتخلص منها مثل ذبابة المنزل. اوه يا للتحضر، اريد معرفة المزيد. نستخدم القناع ده. يا ده انا نسيتك يا اخي. مفترض هيضربوني ولا لغايه ما اوصل لهم؟ افضل العناك. لغايه ما وصلوا لي. ماشي. العناكب لطيفه للغايه. لديها العديد من الارجل لشدها. ماشي، انا اتبدل القناع يبقى الزمن. علي حلو. لا انا فكرتها صخرة ثابتة بس هي بطيئة. ماشي مش مشكلة، بموت في حاجات عبيطة. كده ما سهلة اهي اهي اهي. ايه ده؟ جارونا الضائع وجد طريق المنزل. ماشي لنقضي عليهم. انشيط ليزر الحماية. ايوه افترض بقى اعمل ايه كده. بالارتو. انا خلاص انا دماغي هيست. نركز بقى. ممكن فوديو. يبدو اننا فعلنا هذا. بص اعمل ايه؟ اعمل كده كده ونط كده واعمل كده واعمل كده بس. يخدعني حيوان قذر. ايوه امشي بالعكس. ما اتحسبتش ليا ضربه بس ماشي. اوعى تقولوا لي انا ممكن اجري في الحته دي صح؟ ايوه. صعبه صعبه صعبه. المفروض اجري المفروض اجري. حلو جابني من هنا. يلا يلا برضه غبت فترة عن اللعبة، حاسس ان انا مستوى ضاع خالص. كويس نمشي العكس بقى. يلا ايه ده خلاص كده؟ انا جيت اسخن في الاخر. بالسلامة. لعنة عليكم يا بانديكوت. انتصرنا فعلا. حسنا هذا. الا يمكن القيام بمهمة بسيطة؟ انا لم اعد بحاجة ابدا الى انا مستني دينجو دايل والله. هيا اذا لنغلق هذه الفتحة. هنعملها ازاي بقى؟
ماشي، اغلقنا كل الفتحات السابقه ونفتح فتحات جديده. كانت المغامره ممتعه، اما عن عودتي لمنزلي. حسنا، وبعدما اصلحنا المشكله سناخذك اينما تريد وقتما تريد بعدما نستريح. الان لا يسعني الا ايصالنا الى عاصمه الطهي في العالم، مدينه نيويورك. تمام، هنروح عاصمة الطهي اللي هو مدينة النوية، اللي هي حاجات بقى كلها في المستقبل كده، حاجات مستقبلية. ناتشوز. ماشي، انا افتكرت ده في مرحلة بتاع دينجودايل وتاونة ولا تونة، يعني اجارك الله. مرحلة طويلة جدا وصعبة جدا، وكان فيها شبه، ايوه هي الجزيرة دي، كان شبه ضفدع حوادث، حتى بتفضل تعدي كده من حاجات واصعب بكتير من ضفدع. ضفدع دي اهي اللي هي المرحلة التانية، بعد المقرمشات. هلعب بقى بطونة ودنجودال في مرحلة، وكورتكس في مرحلة. المراحل دي صعبة، والمرحلة اللي انا فيها اساسا دي مش فاكرها تقريبا نصها ولا كلها، مش ما علينا. المهم يعني احنا كده ايه، مش هتبقى المرة دي، يبقى المرة الجاية ان شاء الله. خلاص كده فاضل 7 مراحل، ولكن 7 مراحل صعبين جدا. مش عارف، احاول اعمل كل مرحلتين في فيديو، ربنا يصبرني على الموضوع ده. وبس كده رجعنا تاني لكراش فور يا جدعان، وان شاء الله احاول اختمها، احاول، ده لسه في الوضع المعكوس، ولسه انا في الكواليس دلوقتي بقى، هحاول ارجع تاني للمرحله بتاعت هل انا احلم دي، واحاول اخلصها كلها من غير ما اموت ولا موته. ادعوا لي، ادعوا لي يا جدعان، ادعوا لي. وبس كده، ما تنساش بقى اللايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، واستنى الفيديوهات اللي جايه، ويلا سلام.